السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراجي. أنا واحدة من الناس كنت لما بشوف بوستات كده هوت على الاستغفار أو دعاء، كنت بستغفر ربنا كده إيه في سري يعني ومعلقش، لحد ما قريت الآية الكريمة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يوم تشهد عليه ما ألسنته وأيديه وأرجله ما بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه.